الانتاج وكاس المحليات، الكاس الذهبي بالاضافه الى نصف مليون يذهب هنا مع رجل الخطوط النهائيه. سلام يا رباح سلام، 7 دقائق 37 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. احمد بن مطر بن مايد الخيلي بالفعل بينما ياتي شوط الجعدان. المحليات الاصايل للانتاج، الشداد الذهبي يذهب مع الجعدان المحليات مع 400 ألف درهم، وذهب هذا الشداد مع عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري. سلاماتنا اتجهت الى الظفره على هذا الفوز والانتصار، تهانينا لابو زايد ايضا محمد بن زايد المنصوري على هذا الانتاج المتميز، وكاس ايضا وشداد الذهبي الخاص بالجعدان اللقايا المحليات الاصايل فئه الانتاج حيث قطع مسافه السباق. ايضا تهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قاد شاهين هنا الى منصات التتويج والفوز والانتصار ب7 دقائق 41 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار من خلال ايضا شاهين عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري، تهانينا لهذا الشعار. بينما شوطنا الثالث والخاص بالكار اللقاية المهجنات الاصايل من فئة الانتاج، كأس فضي بالاضافة الى 400 ألف درهم يذهب مع العدملية، لياتي شعار ممثل المدام الدايم. تهانينا سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي، تهانينا والناموس ايضا لعبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي على هذا الفوز والانتصار من خلال ايضا العدملية. هذه العدملية ب7 دقائق تقطع مسافة السباق بعد منافسة قوية مع شعار ايضا هنا الفيلسوف، 7 دقائق 39 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الرابع الذي انطلق والخاص بالجعدان اللقاية المهجنات الاصايل من فئة الانتاج والمنتجين، الشداد الفضي بالاضافه الى 300 ألف درهم يذهب مع الباز لهزاع بسعيد بسالمين المنصوري. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا ايضا حيث قطع مسافه السباق في 7 دقائق 37 ثانية وجزءا واحدا من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا كانت اشواط الانتاج والمنتجين. نبدا بايضا رموز اخرى، رموز اربعه ضمن انطلاقه ايضا اشواطنا المفتوحه، ولكن انطلاقه الشوط الخاص ايضا للابكار اللقايه المحليات الاصايل، كاس الذهبي بالاضافه الى نصف مليون، الحاكمه من تحكم ايضا قبضه الفوز والانتصار بقياده احد شبابنا ايضا المهتمين في عالم الاصاله، حارب بن مغير بن سالم العميمي يهدي السلامات العينويه ب7 دقائق 32 ثانيه، جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السادس ياتي فيه ايضا النفخ لسعيد بن ناصر بسعيد العيده، اشعار اللورد ايضا يظهر هنا مع ايضا كاس المحليات، وياتي او شداد الذهبي للجعدان المحليات بالفعل بالاضافه الى 400 ألف درهم. تهانينا للورد، تهانينا للسيلاوي على هذا الفوز والانتصار. عبد الله بن سعيد العيده بالفعل صاحب التصريحات الشديده ياتي ب7 دقائق 39 ثانية، 7 أجزاء من الثانية، لينطلق ايضا شوطنا السابع الذي حمل الابكار المهجنات الاصايل والكاس الفضي بالاضافه الى 400 ألف درهم. ياتي ايضا حارب بن مغير بن سالم العميمي ياتي مع الكاس الذهبي بكاس الفضي. تهانينا ايضا لمغير بن سالم العميمي على هذا الانتصار الكبير. هذا هو ايضا بن مغير ياتي بمفاجاه من العيار الثقيل. تهانينا لبو تميم على هذا الفوز والانتصار من خلال تواجد نجوم التي سطع ايضا نجمها في مسائي ختامي الوثبه. تهانينا لحارب بن مغير بن سالم العميمي، هذه هي نجوم قطعت المسافه 7 دقائق 33 ثانية، وفاء وتماما وكمالا لتاتي بكاس ايضا الكاس الفضي بالاضافه الى 400 ألف درهم. بينما شوطنا الثامن حمل الجعدان المهجنات الاصايل والشداد الفضي و300 ألف درهم، فاتى بن رشيد مع التوقيت الافضل ومع ايضا شداد احمد بن خليفه بن رشيد السويدي. تهانينا والناموس للسويدي على هذا الفوز والانتصار من خلال اندفاعه شداد من الانطلاقه ومن البدايه حتى ياتي هنا بهذا الشداد. تهانينا والناموس حيث قطع مسافه السباق في 7 دقائق 27 ثانية، جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا التاسع
ينطلق شوت الرينج روفر السيارة الفاخرة هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، فتأتي ليالي العتيق بن مطر بن حسن القبيسي لتهدي أبناء العاصمة أبوظبي هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الأداء الكبير، تهانينا على هذه النجومية الرائعة من خلال هذا الانطلاق القوي والتحدي المثير. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، حيث حصلت ليالي على الرينج روفر بالفعل، تهانينا بسبع دقائق 32 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا العاشر والخاص أيضا باللقايا الأبكار المهجنات الأصايل نيسان بلاتينيوم بالفعل تحصل عليه جميلة لناصر بن قريع بالروسي العامري، حيث حققت الفوز والانتصار بعد منافسة قوية من منافسيه هنا في هذا الشوط العاشر، فيأتي هنا ناصر بن قريع بالروسي العامري نهني هذا الفوز والانتصار. حيث قطعت المسافة الجميلة هنا في سبع دقائق 32 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما هنا مشاهدين الأعزاء يأتي في شوطنا الحادي عشر وينطلق فيه سمحون لمحمد عبد الله بخالد العطية فيظهر شعار الحوت بالفعل، ويأتي هنا بانطلاقاته الجميلة والرائعة، ويظهر هنا من خلال هذا التواجد الكبير والتحدي المثير في شوطنا هنا الحادي عشر، فيظهر مع النيسان بالفعل الابن نيسان ستيشن، فيأتي هنا مشاهدين الأعزاء مع الجعدانة المحليات الأصايل في شوطها الحادي عشر بسبع دقائق 34 وثلاث أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثاني عشر يأتي في وضحان ويظهر هادي بسالم سليمان المنصوري ويظهر شعار أبو عمر بقيادة سلطان بن هريو المنصوري، تهانينا لو الناموس على هذا التألق في هذا المهرجان الكبير والتحديات المثيرة. من قدم لنا السباح يأتي هنا ليقدم هنا وأيضا وضحان، فيأتي هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام من خلال هذا الأداء الكبير بسبع دقائق 31 ثانية وتسع أجزاء من الثانية ليظهر بالنيسان الشتيشة بالفعل، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. شوطنا الثالث عشر تظهر فيه مشكور الحمد بن عبيد بن حمد العفصان المنصوري، تهانينا أيضا للهداف هو من سجل الهدف بالفعل من خلال تواجد مشكورة وقادها هنا بأيضا خبرة الكبار، يأتي شعار الهداف أيضا مع هذا الأداء الكبير مشكورة لحمد بن عبيد بن حمد العفصان المنصوري، حيث قطعت المساواة مشاهدين الأعزاء في شوطنا الثالث عشر بسبع دقائق 35 ثانية وأيضا خمس أجزاء من الثانية حصلت على النيسان ستيشن بالفعل. بينما شوطنا الرابع عشر انطلقت في حبوبة لعبيد بن راشد بن علي البريس المري فكانت مع الموعد ومع الأداء الكبير والتحدي المثير في عالم الأصالة. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هنا من خلال هذا التحدي ومن خلال هذه الانطلاقات القوية والجميلة ليعلن هنا مشاهدينا الأعزاء مع حبوبة عبيد بن راشد بن علي البريس المري هذا الفوز والانتصار بسبع دقائق 31 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا الخامس عشر الذي انطلق من خلاله رعد لمحمد ايضا بن مستر العجب المري فاكد ايضا شعار بن عجب هذا الاداء الكبير فتواجد ايضا هنا مع شعار قناة الدوري والكاس ليكون احد الاسماء المتوجة في هذا المساء وفي هذا الختام، ويفوز بالسيارة ايضا النيسان ستيشن من خلال هذا التواجد الكبير هذا هو شعار بن عجب، تهانينا والناموس على هذا الاداء الرائع والجميل. هنا مشاهدينا الاعزاء سبع دقائق 37 ثانية وأيضا ست أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا والناموس على للجميع. يأتي شوط الختام فكان الشهم لمطهر بن سلطان بن عبيد بن مرخان الاكتبي كان مع الموعد في الأمتار الأخيرة، ويأتي الشعار الصعب هنا ليؤكد شعار بن مرخان هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس على هذا الأداء الرائع والجميل. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هذا هو الشهم. هذا هو الشعار الصعب مع الشهم بقيادة محمد بن علي العويسي الذي قدم إلى خط النهاية بسبع دقائق 34 وخمس أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام عشنا مع أيضا
فرحة جميلة وأداء كبير عشنا مع ثمانية رموز في الفترة المسائية. هكذا أتينا بإسدال الستار لسن اللقاية لأبناء القبائل. يوم الغد نبدأ صفحة ذهبية جديدة مع أشواط ذهبية جديدة، والخاصة بلقاية أصحاب السمو الشيوخ، فأنتم مع الموعد في اليوم الرابع من هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير من يوم الأربعاء 22 من شهر مارس لعام 2017 الميلاد. عدد أشواطنا الفترة الصباحية 20 شوطا والفترة المسائية 15 شوطا. هكذا وصلنا إلى الختام في الفترة المسائية. شكرا للمخرج، شكرا أيضا يوسف بن قاسم البنوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى في الفترة الصباحية ومع أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ.